في الموضوع الأول راح نتكلم على المحميات الطبيعية المصنفة عالمياً، هي مناظر خلابة وغابات ذو تنوع بيولوجي وإيكولوجي، هي متنفس ووجهة للزوار والسياح. العينة كانت بمحمية الشريعة المصنفة عالمياً، فدعونا نتجول مع الزميلة صبري نعلش في هذا الروبورتاج. جبال وغابات وشلالات وحيوانات نادرة، هو حقا متحف طبيعي مفتوح من مختلف الحضائر الوطنية ببلادنا، والتي يصل عددها إلى 8 محميات. الحضائر الوطنية بصفة عامة تندرج تحت القوانين التي تحدد تصنيف المحميات الطبيعية، والتي تحدد كيفية تسييرها، وذلك في إطارها أو واقعها الإيكولوجي تبعا للتشريعات المعمول بها لحماية النظم البيئية بصفة عامة. الحضائر الوطنية التي توجد في بلادنا هي 8 حضائر وطنية، 3 ذات واجهة بحرية التي هي حظيرة الوطنية للقالة، حظيرة الوطنية تازة، وحظيرة الوطنية لقرية، وكذلك 6 حظائر داخلية، حظيرة الوطنية لجرجرة باللزمة، الحظيرة الوطنية للشريعة، الحظيرة الوطنية لإثنية الحد، الحظيرة الوطنية لتلمسان، ومؤخرا قمنا بتصنيف 9 حظيرة وطنية على المستوى الوطني، وهي الحظيرة الوطنية لجبال بابورت بابورت. ويقوم قطاع الغابات إلى تقسيم الحظيرة إلى 3 مناطق. المنطقة المركزية وهي تتواجد دائما في لب المناطق الحضارية. المنطقة المركزية تحتوي على أصناف كانت حيوانية أو نباتية فريدة من نوعها. المنطقة الثانية هي المنطقة الفاصلة التي تحد المنطقة المركزية. هذه المنطقة عادة تقوم بدور تجارب الإيكولوجية الحية، كانت في التوعية البيئية أو سياحة إيكولوجية، أو تقوم باستقبال الزوار في شكل مجموعات ولكن بما بحضور دليل. منطقة العبور وهي المنطقة التي تجمع المنطقتين الأول سابقتي الذكر، هذه هي المنطقة أين نجد فيها التنمية المستدامة للقاطنة التي تسكن بهذه الحظائر. من الحظيرة الوطنية للشريعة، والتي تمتد على مساحة تتجاوز 26,000 هكتار، تمتاز بفسيفساء طبيعية من النباتات المتنوعة وغابات الأرز الأطلسي. 4 للفضاء الموجود ما بين جبال حمام الوان إلى غاية جبال تمزقيدة مرورا على جبال شريعة. هذا هو الفضاء المحمي اللي هو مصنف حظيرة الوطنية للشريعة، ابتداء من العلو والمرتفعات 600 متر إلى ما فوق. غابة الأرز الأطلسي اللي تربى على مساحة 2600 قطار، وهي يعني صحة طبيعية جيدة، وتتميز أقرب غابة الأرز للبحر البيض المتوسط. وصلنا إلى 658 نوع حيواني، وما يميزها يعني ما يصدرها في القائمة هو وجود القرد المغاربي، القرد المغاربي اللي موجود ثاني أيضا بكثرة. أضف إلى هذا وجود مورد المياه بشكل كبير، ما ساعد على تنمية الفلاحة الجبلية بالمنطقة من خلال أنه المرتفعات تاع الحظيرة الوطنية للشريعة اللي توصل حتى 1600 متر علو،
والجو تاعو والمناخ تاعو هو يجند مياه كبيرة والأمطار إلى غير ذلك. تعتبر الحظائر الوطنية متنفسا للسياح والعائلات بعيدا عن ضوضاء المدينة. أين يتمتع الزائر بالهواء النقي والمناظر الساحرة؟ كنز ربي يعني الله عز وجل أعطاها لنا أن نحتفظ عليها كلنا، يعني تساهم في عدة أشياء. أولا كحاجز، حاجز ضد التيارات اللي جينا من جنوب البلاد لتحمي كل المنطقة الإقليمية الأمامية للبلاد، منها الجزائر العاصمة، منها المتجه إلى غير ذلك. ثانيا قلت أن خزان مائي طبيعي كبير اللي يغذي كل المدن للماء في مجال المياه. ثالثا هو تعتبر كمدرسة في البيئة، كل المواطنين يدفقوا للحظيرة الوطنية الشريعة ويشوفوا يعني من قريب ما هي الشجرة، ما هي مفاوض الشجرة إلى غير ذلك. رابعا ظروف الصحة العمومية، لا سونتي بيبليك، دونك الناس يجوا بكثرة للشريعة يعاودوا الصحة تاعهم، في يجوزوا هنا النهار يعني ويعاودوا يوليو افيك اون اوتر سونتي. حماية الحظائر الوطنية يتطلب إشراك القاطنة التي تسكن بداخل الحظائر الوطنية أو بمحاذاة هذه هي الحظائر. هذه القاطنة لها موارد طبيعية تعتمد عليها في حياتها اليومية. إذن الحظائر الوطنية ليست فقط مكان لأجل حماية تنوع بيولوجي محدد، ولكن أيضا مكان لتفاعل الإنسان مع هذه الأوساط البيئية الفريدة من نوعها، من أجل حماية مستدامة لهذه المناطق. وفي إطار أهداف التنمية المستدامة يجب دائما إشراك هذه المناطق مع كافة الإدارات المعنية بحماية هذا الموروث الطبيعي التي تزخر به البلاد. هو كذلك، فلابد من تضافر جهود الجميع للحفاظ وحماية هذا الموروث البيئي العظيم الذي تتمتع به بلادنا.